أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لتسليط الضوء على معاناة الأطباء اليمنيين في مواجهة كورونا. توفي عشرات الأطباء اليمنيين في العديد من المحافظات اليمنية أثناء تصديهم لوباء كورونا، وبحسب مصادر طبية فإن الأطباء يعملون في بيئة خطيرة وبدون توفير أدنى وسائل الحماية والسلامة في ظل تخلي سلطات الأمر الواقع عن القيام بواجبها تجاه مجابهة الوباء. نتوقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: لماذا هذه الحصيلة المرتفعة من الأطباء اليمنيين؟ وأين هو دور التحالف الذي دمر البنية التحتية والشرعية والمنظمات؟ قبل النقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود. كورونا والأطباء، معركة الخطوط الأمامية كما هو معروف، لكنها في اليمن تحدث في وضع مختل وبين طرفين غير متكافئين بالفرص ولا موازين القوة ووسائل الحماية. عشرات الأطباء قضوا في نزال الخطوط المتقدمة ليقال عنهم إنهم حقاً فدائيون بالمعنى الإيجابي للمصطلح. ليس غريباً أن يموت الأطباء في مواجهة الأوبئة التي تجتاح البلدان، وقد حدث ذلك في كل البلدان التي تفشى فيها كورونا، لكن الفارق في اليمن أن هؤلاء وحيدون، وهم أول شريحة تم التخلي عنهم من قبل السلطات الميليشياوية التي تحكم وتتحكم في البلد جنوبه وشماله. أما السلطة الشرعية فهي غائبة في هذه الأزمة كحال بقية شؤون البلاد. الدور السلبي مرجعه أيضاً التحالف السعودي الإماراتي الذي شن حرباً على كل بنى الدولة اليمنية وأحالها إلى دمار لتصبح مساحة فارغة تتجول فيها الأمراض والأوبئة. المنظمات العاملة في اليمن حصالات تبرعات المانحين لا يذكر لها أي نشاط باستثناء المطالبة بمزيد من الدعم والنفقات التشغيلية. هذه التركيبة من الفساد والعبث جعلت الأطباء يدفعون ثمناً باهظاً، أما الثمن الأفضح فقد دفعه الشعب الذي بات الخاسر الأكبر في هذه الأزمة، وغدا ضحية أمراض يمكن الوقاية منها بقليل من الخدمات الصحية. إذن لمناقشة أوسع حول هذا الموضوع معنا من الصين الطبيب عمار البعداني، مستشار صحي لجائحة كورونا، وأيضا معنا من صنعاء وليد الثجيري اختصاصي طب الطوارئ والكوارث والحالات الحرجة. مرحبا بكما معنا. نبدأ مع الدكتور وليد. دكتور وليد، مرحبا بك معنا. السلام عليكم ومساء الخير لكم جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله. بداية، كيف هو الوضع في صنعاء في ظل مواجهة وباء كورونا هناك؟ نعم، بما لا يخفى على الجميع وفي الآونة الأخيرة صارت الأرقام كبيرة جدا وكارثية، لا يمكن لأحد إخفاؤها لا من المجتمع الدولي ولا من المجتمع المحلي داخليا. وأصبحت الوفيات تزداد علنا يوما بعد يوم، وأصبحت الحالات تزداد آلافا بعد آلاف، واتسع الوضع وخرج الوضع عن السيطرة، وأصبح العالم كله يعرف بالوضع، ولا شيء يمكن أن يستطيع أن يخفى لا في الشمال ولا في الجنوب. الأرقام المعترف بها فقط تعدت 3%، الوفيات تعدت 50%، وهذه المعترف بها رسميا من خلال الإعلام، بينما نحن نعلم والجميع يعلم أن الأرقام تتعدى أكثر من ذلك بكثير، الإصابات بالآلاف والوفيات أصبحت الآن بالمئات. وكما أشرت في التقرير الذي سمعته قبل قليل، الأطباء أصحاب الصف الأول في مواجهة هذا الوباء أيضا يتساقطون واحدا تلو الآخر، وهذه في حد ذاتها كارثة أخرى. نعم، في ظل هذه الوفيات التي أشرت إليها والتي أصبحت بالمئات في صنعاء، كيف تقيم عمل سلطة الأمر الواقع، نقصد هنا بالحوثيين، في التعامل مع هذه الجائحة؟ طبعا كان من المفترض أن يكون هناك إعلان رسمي للخطة الوطنية الشاملة كما أشرت في ذلك مرارا وتكرارا،
ولكن مثل ما علمتم بالتصريح الأخير الذي ظهر فيه وزير الصحة في صنعاء دكتور طه متوكل يعترف بوجود الوباء في معظم محافظة الجمهورية وبتساقط الحالات حالة بعد أخرى وبقلة الإمكانيات وشحة الإمكانيات الموجودة في صنعاء خلال مركز معالجة واحد لا يفي بالغرض وقد امتلئ من قبل أسبوعين ولا يوجد فيه إلا 40 جهاز تنفس اصطناعي. لم يتم إعلان في الحقيقة لا هو ولا من منظمات المجتمع الدولي عن مركز معالجة جديد، مركز أكبر من الموجود، حتى لو كان في مستشفى خاص، حتى لو اضطر أن يفتح جامعة صنعاء كمركز معالجة لهذا الجائحة العالمية. اكتفوا بالإعلان بأن هناك دراسات مستفيضة وبأن هناك دراسات مستفيضة لاختراع علاج وبأن العلاج الكوفيد ينطلق من اليمن، بينما نجد على حقيقة الحال أن المواطن اليمني يفتقر إلى الكمامة وإلى الجلافز الذي يقدر أن يخرج به بين الناس وبين الأسواق في حال الاعتراض. هذا كان الأولى والأحرى من حكومة الأمر الواقع، وزارة الصحة، منظمة المجتمع الدولي خاصة العامل في المجال الصحي، الإعلان فورا فورا عن مركز معالجة جديد بالإضافة إلى مستشفى الكويت الجامعي، لأنكم لا تتخيلوا الوضع، السهم يتجه إلى الأعلى، الوفيات تزداد، الحالات المرضية تزداد بشكل عميق. هنا أتوجه للمناشدة من خلال قناتكم إلى أن الوضع يزداد سوءا وليس لدينا إلا مركز معالجة واحد، وأتمنى أن يصل صوتنا للعالم. نعم، تفضل بالبقاء معي سيد وليد. نعود للترحيب بالسيد عمار البعداني وهو معنا من الصين، طبيب مستشار صحي لجائحة كورونا. مرحبا بك معنا سيد عمار. مرحبا بكم، السلام عليكم. نعم، هناك عشرات الأطباء في اليمن قضوا في مواجهة كورونا، كيف تفسر الأمر؟ نعم، في الحقيقة هذا موضوع مؤسف، ونحن نستمع إلى هذه الأخبار التي تتوارد من اليمن عن أن الأطباء والزملاء في الخطوط الأمامية وحتى من هم في عياداتهم الأخرى قد قضوا نحبهم بسبب هذا الوباء، وهذا يعود بشكل أساسي بالطبع إلى تعاملهم مع مصابين أو حتى من أولئك الذين لم تظهر عليهم الأعراض ولكنهم حاملين للفيروس. حماية الأطباء في هذه الجائحة هي بالأولوية القصوى، لأنه إذا سقط الأطباء، إذا سقطت هذه الخطوط الأمامية التي تدافع عن المجتمع، فتلك كارثة كبرى. لن نجد بعد ذلك من يحمي الناس ومن يحمي المجتمع ومن يعالجهم إذا لم نقم بحماية الأطباء. وإذا تحدثنا عن الجزئية، هي تنقسم إلى شقين. الشق الأول نتحدث عن الأطباء الذين يعملون في مراكز العزل الصحي وفي المحاجر الصحية، والذين يحتكون بشكل مباشر مع حالات مؤكدة أو تحت المراقبة لأنها مشتبه بها. والقسم الثاني هم الأطباء الذين يعملون في عياداتهم الخاصة الأخرى، كأطباء الأسنان والعيون وأطباء الباطنة، وهؤلاء أيضا هم عرضة لهذه العدوى، لأنهم يختلطون بأناس لا يعرفون أنهم قد تعرضوا لهذه العدوى لأن الأعراض لم تظهر بعد. إذن نعم، حماية هؤلاء أو هذه الفئتين من الأطباء هي كلها من الأهمية في مكان. حماية من هم بالمحاجر الصحية أو في المستشفيات يتعاملون مع المصابين، يجب أن يعطوا كل ملابس الوقاية اللازمة، ويجب أن تتصرف الوزارات ومكاتب الصحة بنوع من المسؤولية تجاه الأطباء وإمدادهم بكل ما يحتاجون. وبالنسبة للأطباء الذين يعملون في عياداتهم الخاصة في تخصصات أخرى، نقول لهم بأن الحالات الغير طارئة يفترض خاصة ونحن في هذه الجائحة يفترض أن نغلق التعامل مع الحالات الغير طارئة والمهمة، وأن نرتدي ملابس الوقاية اللازمة في عياداتنا، ونطلب من المرضى وحتى لو لم تظهر عليهم أعراض أو جاءوا من أجل أمراض أخرى بأن يرتدوا الكمامات، وأن نوفر لأنفسنا الحماية الكاملة. لكن هنا أنت أشرت إلى طبيعة عمل الأطباء، كونهم يتعاملون بشكل مباشر مع المرضى المصابون بكورونا،
ما هي السبل الممكنة في ظل الأزمة الحاصلة سواء كانت السياسية والإنسانية في اليمن لحماية الأطباء أنفسهم من الإصابة على الأقل، كونهم كادر مهم وهو الآن في الجهة الأمامية أو الواجهة الأمامية لمحاربة وباء كورونا؟ ليس هنالك من طريقة سوى تجنب إصابة الأطباء، وتجنب الإصابة كما قلت قبل قليل تنقسم إلى قسمين، الجزء الذي يتعامل مع مصابين مؤكدين أو هم تحت المراقبة، هؤلاء يجب أن تتوفر لهم ملابس الوقاية المعروفة عالميا، هذه الملابس يجب أن تكون متوفرة لهؤلاء الأطباء، ماذا وإلا فهم يتعاملون مع حالات مصابة وكميات كبيرة من الفيروسات تنتقل إليهم حتى وإن كانوا في سن مبكرة، لأنهم يتلقون العدوى من مسافات قصيرة جدا مع هؤلاء المصابين. بالنسبة للأطباء الآخرين، نتحدث عن الأطباء في العيادات الخاصة الأخرى الذين هم يستقبلون مرضى للعيون أو الأسنان أو الأنف والأذن الحنجرة أو حتى في حالات أخرى، هؤلاء أيضا هم عرضة للإصابة الآن، لأن لا نعرف حقيقة من هو المصاب في المجتمع. نحن أمام تفشي واسع لهذه الجائحة في اليمن، وبالتالي نقول بأن هؤلاء الأطباء عليهم إما أن يضمنوا الحماية الكاملة لأنفسهم بارتداء هذه الملابس الواقية، وأن يتوقفوا عن استقبال الحالات الغير طارئة ويؤجلوها في هذه الجائحة. نعم. يطلبون أيضا عليهم أن يطلبوا أيضا من المرضى مهما كان المرض الذي يعانون منه أن يرتدوا الكمامات، وأن إذا كانت لديهم أي أعراض أو اشتباه أن لا يذهبوا إلى العيادات الخاصة وأن لا يذهبوا إلى المستشفيات، وربما يمكنهم الاتصال وتقديم الاستشارات الطبية عبر الهاتف. نعم، ذكرت دكتور عمار مسألة الضمانات. ننتقل إلى ضيفنا وليد، السيد وليد اختصاصي طب الطوارئ. سيد وليد، برأيك يعني من يتحمل مسؤولية سقوط عشرات الأطباء الآن في ظل مواجهة هذه الجائحة بأقل الإمكانيات الممكنة؟ سيد وليد، هل أنت معنا؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد وليد، كان معنا من صنعاء اختصاصي طب الطوارئ والكوارث والحالات الحرجة. نعود للسيد عمار البعداني، إذا ما نقلنا تساؤل إليك، من يتحمل مسؤولية حماية الأطباء وعدم سقوطهم جراء هذه الجائحة؟ المكاتب الصحة ووزارة الصحة هي الجهة المكلفة إمداد الأطباء بهذه الملابس الواقية وبتنظيم أيضا حركة المرضى في المدن وكيف توزيع كيفية توزيع الحالات على عيادات الحميات والحالات المشتبه بها، أين تذهب وأين ينبغي أن لا تذهب. ثم بالنسبة للمسؤولية الأخرى، هنالك مسؤولية أخرى أيضا على الأطباء أنفسهم أن يطالبوا بهذه الحماية، خاصة إذا كنا نتحدث عن أطباء ليسوا في الخطوط الأمامية للتعامل مع كورونا، هؤلاء أيضا عليهم أن يحموا أنفسهم بارتداء هذه الملابس الواقية، وإلا فليس من الطبيعي ولا المعقول أن تستقبل هذه الحالات، خاصة وأن المرض قد تفشى في المجتمع، لا تعرف حقيقة من هو المصاب ومن هو غير المصاب فقط من خلال الأعراض. إذن هنالك مسؤولية حكومية وهنالك مسؤولية على الأطباء أنفسهم ليتقوا هذه العدوى وأن يتجنبوا هذه العدوى، لأنها عدوى خطيرة، خاصة وهم يتعاملون مع المرضى من مسافات قريبة جدا، وهذه تختلف إذا ما تحدثنا عن كمية العدوى أو حجم العدوى التي قد تعرضون لها، حتى أن هذه العيادات قد تتحول أيضا إلى بؤر جديدة لانتقال العدوى لمرضى آخرين. نعم، هذه التوقعات التي أشرت لها أن حتى العيادات قد تكون بؤر، ما هو توقعات حدود انتشار الوباء في اليمن برأيك؟ الحقيقة أن التوقع في هذا الجانب صعب جدا، نحن حتى الآن ليست لدينا حتى خيوط هذا التفشي، ليست لدينا أرقام حقيقية تعلن، نحن حتى الآن لا نعرف مدى التفشي ولم نقم برصد الناس، وهذا الرصد لا يتم إلا عبر الفحص الواسع النطاق، وهذا
يدعو إلى تساؤل آخر، متى ستتوفر هذه الفحوصات؟ وهل يمكننا أيضا كحكومات وكسلطات سواء هنا أو هناك، هل يمكن أيضا أن نحد من حركة التنقل؟ ليست هنالك إجراءات جادة وصارمة لوقف هذه. إذن نحن الآن أمام احتمالية تفشي واسع وإصابة نسبة كبيرة جدا من المجتمع بهذه العدوى. نعم، شكرا جزيلا لك السيد الطبيب عمار البعداني، مستشار صحي لجائحة كورونا، كنت معنا من الصين. نعود إلى ضيفنا وليد الثجيري من صنعاء، اختصاصي طب الطوارئ والكوارث والحالات الحرجة. سيد وليد، كنت قد سألت عن برأيك من يتحمل مسؤولية سقوط الأطباء أمام جائحة كورونا في اليمن؟ نعم أخي الكريم، تعلم أن الأرقام تشير إلى أكثر من 30 طبيب في اليمن ككل، وخلال الثلاثة أيام الأخيرة وصلنا إلى 12 طبيب سقط في هذه الجائحة من جميع من محافظة صنعاء لحالها، أي من العاصمة. الطبيب كما تعلم أنه ثروة وطنية وقومية تستلزم سنين لبنائها، وهو عبد وثروة للمجتمع ككل وليس مقتصرا على وزارة أو دولة بعينها. كان المفترض على 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 الجهات الحكومية الاعتناء وتقدير الطبيب وإعطائه كافة وسائل الحماية الشخصية وإعطائه كافة وسائل الراحة وإعطائه النظام العالمي في أسلوب المعالجة والمتبعة، والتي كما ذكرت في الصين أنها 14 يوم معالجة ثم يذهب بعدها إلى 14 يوم حجر صحي بعيدا عن أهله وأسرته، ثم يعود فقط يومان لأهله وأسرته ثم يعيد نفس الدورة. فإذا ما طبقنا بروتوكولات عالمية وإذا ما طبقنا تجارب سابقة لمن سبقنا في هذا الوباء، فإننا كنا سوف نتجنب الكثير من الويلات والكثير من المصائب، من ضمنها سقوط الصف الأول من الكادر الطبي والصحي. أيضا مبادرة لطيفة وجميلة وبسيطة جدا إذا ما قامت بها الحكومة أو حتى الجمعيات الطبية الموجودة في صنعاء، وهي تخصيص مستشفى واحد في صنعاء سواء حكومي أو خاص، ويا ما كثرها في صنعاء، وذلك أو الاقتصار حتى على دور واحد من مستشفى معين وعمله مركز معالجة وعزل للأطباء فقط الصامدين في الصف الأول، وسوف يتناوب بقية زملائهم على العناية بهم والاهتمام بهم حتى شفائهم. لكن لا شيء من ذلك، يصاب الطبيب فيتم معاملتهم معاملة المواطن العادي ويظل يدور من مستشفى إلى مستشفى أملا في أن يستقبله عناية أي مستشفى، ولكن للأسف الشديد أحيانا يتم استقباله وأحيانا لا يتم، ما يضطر به للذهاب إلى المنزل ليواجه هذا المصير. لكن إذا ما تحدثنا عن دور المنظمات سيد وليد، إذا ما تحدثنا عن دور المنظمات، كيف تقيم دور المنظمات في مواجهة كورونا في اليمن، وأيضا حتى حماية الأطباء من وقوع خسائر في صفوفهم؟ نعم، بالنسبة لدور المنظمات الدولية في اليمن، نحن نحكي عن أكثر من 200 منظمة دولية، منها 50 تعمل في القطاع الصحي. ليس يوجد على الميدان الآن حاليا إلا منظمة واحدة وهي أطباء بلا حدود، هي التي تتكفل بمركز المعالجة اليتيم الموجود في صنعاء، وأقيم دورها تقييم سلبي. صحيح أن بعضها يشتكي من عرقلة في المعاملات وعدم تسهيل الإجراءات المانح وتوقيع الاتفاقيات في صنعاء وعدم مجاراة المشاريع على ما تريده الدولة، لكن في الأخير الكل هنا مقصر. أخي الكريم، المنظمات المجتمع الدولي مقصرة بشكل كبير، استجابتها بطيئة جدا ولا ترتفع إلى المستوى المطلوب المتوفر حاليا، وهي رسالة نوصلها للعالم أنه أخي الكريم الشعب في صنعاء مولوفيات ما زالت تزداد، الشعب يعاني، الإصابات تزداد، الرجاء الالتفات إلى هذا الوضع الكارثي الموجود عندنا. نعم، شكرا جزيلا لك وليد تجيري، كنت معنا من صنعاء، اختصاصي طب الطوارئ والكوارث والحالات
الحرجة. ينضم إلينا أيضا من تعز الدكتور فتحي شمسان منسق برنامج مكافحة العدوى في تعز. مرحبا بك معنا سيد فتحي. دكتور فتحي، دكتور فتحي، هل أنت معنا؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور فتحي. وبهذا مشاهدينا الكرام نختم حلقة اليوم من زوايا الحدث. الشكر موصول لكم على حسن المتابعة، ولكم التحية مني ومن معد الحلقة ماهر أبو المجد، وفي أمان الله.